لليوم 11 على التوالي يستمر أهالي البصرة باعتصامهم بعد شهرين من المظاهرات المستمرة ضد الأحزاب الفاسدة شركاء العملية السياسية. ولأن البصرة كسائر محافظات العراق تتفاقم معاناتها بالتوازي مع استمرار الأحزاب الفاسدة بالحكم، فإن سكان المحافظة قرروا المضي قدما باعتصامهم حتى تحقيق المطالب، فكان عيدهم في خيام الاعتصام. حقيقة لا يوجد لدينا عيد، حقيقة أحكي لك إياها صراحة، ونحن في هذه الساحة، ساحة الاعتصامات، الساحة القاسمية، نعتصم حقيقة ونطالب أيضا ونستمر ودون انقطاع، نطالب عيدنا هنا في هذه الساحة، نستمر بالمطالبة حتى ترضخ الحكومة. البصرة منكوبة وصفها المعتصمون، فحتى ماء الشرب أصبح نادرا في المحافظة، كما أن مستشفيات البصرة أضحت مكتظة بالمرضى نتيجة تلوث المياه الذي عزاه المعتصمون للفساد الحكومي الذي ينخر مؤسسات البلاد. البصرة تتعرض إلى إبادة جماعية، البصرة منكوبة، الله أكبر. يعني شنو عيد؟ المستشفيات متروسة كلها إصابة نتيجة ملوحة المياه، والنوب هسه مشكلتنا مشكلة الماي الآرو، يعني هسه الماي المالح احنا تعدينا منه، الرقابة واللجان التفتيشية قاعد تروح المحطات التحلية من يم المكتب وترجع، وانت افهم يعني الفساد نحر الحكومة العراقية. يشكو المعتصمون من الآذان الصم للحكومة في بغداد عن مطالبهم التي هي بالأساس حقوق طبيعية، فحتى الآن لم تكن الوعود الحكومية سوى حبر على ورق كما قال المعتصمون. لا، كل مطلب ماكو، ولا سياسي لحد الآن، ولا مسؤول إجى احترام المواطن. المواطن لحد الآن بالبصرة الاعتصامات، واليوم تقريبا صار 11 يوم، المظاهرات سابقا صار لها شهرين، وهسه الاعتصام صار له 11 يوم، ولا مسؤول ولا أي شخصية إجت احترمت المواطن تلتقي به. وعلى الرغم من التعنت الحكومي والتسويف بالوعود الورقية والقمع، فإن معتصمي البصرة قرروا قضاء العيد في ساحة الاعتصام وتصعيد حراكهم حتى يطرد الفاسدون الحكوميون ويعود العراق إلى سابق عهده.